وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. بعد التحية، صف لنا الأحداث الجارية اليوم في غزة وما تتعرض له من قصف مستمر على مدار الساعة. يعني في البداية منذ أمس حتى هذه اللحظة إسرائيل بمجزرة مهمة وهي قصف كنيسة في قطاع غزة في مدينة غزة. ربما نعم ربما لا يعلم الكثيرين أن هذه الكنيسة من أقدم القصف عن 1500 كنيسة ارتبطت بالوجود المسيحي المبكر في مدينة غزة منذ القرن الثالث الميلادي. لم تراعي إسرائيل أولا حرمة المكان كمكان عبادة، ولم تراعي المكان من الأماكن الأثرية الهامة، ولم تراعي الأهم من المدنيين الموجودين داخل الكنيسة. حتى هذا اليوم هناك عدد من على تخص رفع الدمار قطاع غزة. هناك الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا حتى اليوم تحت الأنقاض، الكثير منهم استشهد والكثير منهم بقى لعدة أيام ولم ينقذوا أحد ثم استشهد، وهذه مأساة أخرى. التقديرات الموجودة لدى وزارة الصحة الفلسطينية هناك حوالي 1500 شخص مبلغ تحت الأنقاض، أعتقد أنهم شهداء، لذلك العدد الشهداء الفلسطينيين يعني اليوم 5000 شهيد. هذا على جانب الإسرائيلي. أيضا كان هناك بالأمس من متابعتي وعملية الأرض المحروقة التي تنفذها إسرائيل في عدة مناطق. بالأمس كان في مدينة الزهراء، ومدينة الزهراء هي مدينة حديثة تم إنشاؤها في بدايات العام 2000 في قطاع غزة، وتضم أكثر من 42 برج سكني في مكان يطل على ساحل المتوسط. تم استهداف كل الابراج الموجوده في مدينه الزهراء، اضافه الى ما يحدث يدل على ان هذه الحكومه الاسرائيليه وهذا العدوان يهدف بشكل رئيسي الى ترك اثار يعاني منها فلسطين في السنوات القادمه، وخلق مأساة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ قطاع غزة وحتى فلسطين. وربما المجازر تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، لكن هذه أول مرة تجري هذه المجازر أمام أعين العالم عبر وسائل الإعلام، وهذا لم يحدث سابقا. لذلك كان رد الفعل العالمي والتواطؤ الغربي مع ما تقوم به إسرائيل مفاجئا للكثيرين، لأنه يثبت أن الدماء العربية والدماء الفلسطينية لا في نظر هذه الدول وفي نظر هذه الحكومات لا تساوي دماء الإسرائيليين، مما يدل على مبدأ الكيل بمكيالين يعني. وأيضا العنصر الاستعماري، العنصر الذي ما زال حتى اليوم موجود في هذه الدول وفي فكرها وثقافتها. طيب، بالحديث عن أن هناك جرائم حرب ترتكبها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة، هل من المفترض أن يكون هناك تقديم للمحكمة الجنائية الدولية بهذه الجرائم ضد فلسطين؟ يعني حتى لو لم تقدم دولة فلسطين أي طلبات
تتعلق بجرائم الحرب أو قضايا تتعلق بجرائم الحرب من المفترض أن المدعي العام للجنايات الدولية أن يبدأ بنفسه من المشاهدات والأخبار كما فعل تماما في أوكرانيا، أن يبدأ بنفسه في جمع الأدلة والبيانات، لأن هناك مؤسسات دولية كثيرة تراقب هذا الوضع. لكن أنا باعتقادي أنه الغطاء الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل بيتضمن من ضمن ما يتضمن هو تعطيل أي إجراء يتعلق بمثل هذه التحقيقات. طيب، ما كان هناك تصريحات بالأمس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيتحدث فيها أن القانون الدولي يجب أن يحترم، وأن حماية المدنيين أمر ذو أهمية قصوى، وأن الأزمة الحالية لم يسبق لها مثيل، وكمان أن هو بيدعو أو لجهد مستمر لإيصال المعونات الإنسانية لسكان غزة. يعني أنا باعتقادي أنه هذا دليل عجز لدى الأمم المتحدة. إذا كان أمين عام الأمم المتحدة يطالب باحترام القانون الدولي ولا يستطيع أن يستخدم الأدوات المتوفرة لديه في الأمم المتحدة من أجل إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، فمن الذي سيستخدم هذه الأدوات؟ ومن الذي سيجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي؟ من الذي سيدعو دول الأعضاء في مجلس الأمن في الجمعية العامة في الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي؟ أعتقد أن هذه الحرب كشفت فيما لا يدع مجالا للشك، رغم أن الفلسطينيين يدركون الآن، ولكن أمام العالم مدى عكس المنظومة الدولية في الأمم المتحدة التي فشلت حتى هذه اللحظة أي قرار باتخاذه في الأمم المتحدة ضد إسرائيل على كافة المستويات، وهذا يستدعي أن يكون تغيير حقيقيا في آليات عمل مجلس الأمن وفي تركيبته التي زالت تتيح لعدد من الدول بالتحكم في الأمن الدولي بناء على مصالحها وليس اعتمادا على الأمن الدولي والعدل الذي يفترض أن تمارسه سلطات مجلس الأمن في صحيح استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد القرار أو المشروع تقدم به روسيا إلى وقف إطلاق النار أو يعني وقف هذه الاعتداءات على غزة. نعم، حق الفيتو استخدم مئات المرات لصالح إسرائيل في كافة المستويات. إذا عدنا في الفترة الماضية القريبة في أثناء اتخاذ قرار تشكيل التحالف الدولي ضد العراق، ورأينا أنه حتى عندما لم تصدر أو لم تستطع الولايات المتحدة إصدار قرار من المجلس الأمن بدعم تحالفها، شنت الحرب بدون قرار، شكلت تحالف دولي، وهذا التحالف كان جزء منه هو أعضاء مجلس الأمن، وشنت الحرب على العراق الذي لا زال حتى اليوم يدفع ثمن ما قامت به الولايات المتحدة. هل ترى مثل هذه التقارير الإخبارية أن الحرب على غزة بتؤثر على موازين القوى العالمية بمكاسب لروسيا والصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن روسيا الآن تم غض الانتباه عن ما يحدث في أوكرانيا بالنسبة لي من جانب واشنطن، أيضا بالنسبة أيضا لأزمة الطاقة التي سوف تتعرض لها العالم في هذه الأزمة؟ يعني اعتقادي أنه ليس فقط روسيا استفادت من هذا الحرب، حتى الولايات المتحدة نفسها استفادت من هذا الحرب واستفادت بشكل كبير. على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي يستفيد من المواقف التي يتخذها في حشد قوى لانتخابه والتأثير على مجموعة الوكاليات دعمه أثناء الانتخابات وتشغيل 12 مصنع في 12 ولاية في الولايات المتحدة
لتصنيع السلاح، وهذا عمل مما يساهم في عدم التفاهم مرة أخرى. هذا ذلك. الجانب الآخر أيضا الولايات المتحدة وجدت منها فرصة للعودة بقوة في منطقة الشرق المتوسط بهدف الضغط على حلفاء إيران في المنطقة، وهذا سيساهم بشكل أو بآخر في دعم المصالح الجيوستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة. طيب، يعني يجب أن أسأل حضرتك عن قمة مصر الدولية للسلام التي ستنعقد غدا بحضور أكثر من 31 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية. كيف ترى هذه مخرجات هذه القمة غدا؟ يعني أنا أعتقد أنه سيكون من أهم مخرجات هذه القمة هو إعادة مرة أخرى جدولة القضية الفلسطينية على جدول وضعها على جدول الأعمال مرة أخرى بعد أن غابت خلال أو غُيرت بفعل فاعل خلال السنوات الماضية. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الموقف لهذه الدول سيكون له تأثير بشكل أيضا كبير على الموقف الدولي، وقد يشكل ضغطا على الولايات المتحدة لممارسة نفوذ أكبر على إسرائيل لإيقاف هذه المجزرة. وحتى على المستوى الإنساني سيكون أيضا صوت 21 دولة هام في الضغط على الأقل لخلق هدنة وممرات آمنة وإدخال المساعدات لإسرائيل. صحيح. بالأمس كان هناك قمة ثنائية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني ملك الأردن، كانوا يحذران من يعني تبعات أو خطورة دعوات التهجير القسري للفلسطينيين، وأن ده هيساهم فيؤدي إلى إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها. يعني بالتأكيد إسرائيل غير مهتمة بالقضية الفلسطينية، لكن التأثير الكبير الذي سيلحق بمصر والأردن كأكثر دولتين سيكون لديهم تأثر بعملية التهجير وخطورة هذا الأمر على الأمن القومي لكل من الدولتين بالتأكيد كان دافعا رئيسيا في الحراك الذي تقوم به مصر والأردن، والذي أدى في النهاية إلى الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وإجبارهم على قبول إدخال المساعدات إلى غزة. أيضا ربما من تابع بالأمس كلمة الرئيس الأمريكي يلاحظ أن هناك تغييرا في بعض المواقف، وأعتقد أن هذا التغيير لم يأتي بالفراغ ولكنه أتى بالجولة التي حدثت في المنطقة التي بدأها بلينكن وزار فيها مصر والأردن وبعض الدول الأخرى، ولكن أيضا الموقف الذي تم اتخاذه عندما ألغيت القمة في عمان، وهذا أوصل رسالة بشكل أو بآخر إلى الإدارة الأمريكية، وربما هذا كان له تأثير في تعديلات حدثت في كلمة الرئيس بايدن. صحيح صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني.